اللي قدام حضراتكم هو المهندس عبد الحميد الشورى، مدير الزراعة في شركة أجري مصر. تعالوا نتعرف على تقييمه لهجن الدور الأصفر S500. وإحنا بنتفرج كده على الزرع مع بعض، مسكت كوز وهو لسه في الورق بتاعه متغلف ومحمي كده، وقلت لي شايف المنظر ده؟ ده محمي من جوه وما يقدرش حاجة تدخل جوه للثمرة دي أو لكوز الدورة ده. نفس اللي انت حكيته لي ده وقلت لي ان ده صنف مبشر او هجم مبشر جدا، احكوا لنا تاني. على مدى السنين اللي فاتت والاصناف اللي شفناها وجبلتنا، يعتبر افضل صنف انا شفته وانبسطت منه، لان سوق العود مواصفاته كويسه، الخضار بتاعه لو انا اعمله سلاج معايا كويس، الكوز بتاعه كمان الطول بتاعه متوسط، العدد السطور بتاعته كويسه، يبقى مجزي مع الفلاح ومع اللي هو ينتج حبوب. منظر الكوز كان عاجبك فيه؟ منظر الكوز كويس، التغليفه بتاعته كويسه، ممتنا الكوز وحمياه من الحشرات ومن مقفول الأسرع. لغايه النهايه، مقفول لحد النهايه. في اصناف تانية محليه عندنا بتبقى الهرم بتاعه باين من فوق، الهرم او الشرابه زي ما بنقوله باينه. العود السمك بتاعه كويس، الخضار بتاعه كويس، يعتبر صنف كويس وصنف مباشر ان شاء الله.